وزرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة. ولن يجعل الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم. أن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول الأمور في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين. ورزقا حلالا مباركا طيبا واسعا والغنى عن الناس. إن الله يزل عنا الخصال المذمومة ويحلينا بالخصال المحمودة. ولكل نية صالحة. وإلى عبدالله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية. الفاتحة. لله موسل حكيم عدم ثم صلاة على مدرب القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الغرق والنيم. يا ربي صل على من حل في الحرم محمد والمصطفى من هز بالكرم. أمن تذكر جيران في ذي سلام ما زدت من جرى منه التي بدم أفهم ومن تلقائك ضمان وعمد الفرق في ظلمه من نظام. فمن عينك ان كنت مفاهمت وغل قلبك ان كنت استفر يعين. ايسابه الصبر انه فقر كريم وبين قل سجيم منه وقل كريم. لولا الهوى لم ترد دمعا ولا فلل ولا ذلك لرزق الفن والعلم. فكيف كروه ظلم جمع شهيد به عليك حول. إليك ولو انسبنا لظلم عدمك حمي. لا ذري بمستدير عن الوشاة ولا دائم منقسم. ما حسن نسالك لست اسمعه ان المحب عن العذل في صمام. ان تهمت ناسي الشيب في عذل والشيب امحل بنس عن الدوام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الغريق والليم. يا ربي بالمصطفى بلغ وقصد لها بلنا فبضي وسع الكرم. فإن أمرتي بالسوء ما تعظ من جلك بنذير الشيب والهرم. ولا أعد من الفعل الجميل كرتي من ألم فبرأسي غير محتشم. لكنت أعلم أني ما هو ذكرك لم تسر بدل منه بالقدم. من لبرد جماه من روايتها كما يرى تجيمه الخير باللجم. فلا تر بالمعاصي كالشهواتها ان الطعام يقوي شهوات النائم. والنفس قد تبئ ان تمل شفع له بالرضا وان تمتم يوم ديم. فاصرف هوى هذه ان تولي وإن الهوى فتولى يسمي أو يزيم. ورعيا ويا بالأعمال سائمة وإني يستعلد المرعى فلا تسيم. كم حسنا لذاذا للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في التزام. وشد سائس من جوع ومن جباء وربما مشد الشر من الدوام. وسلم دعوة بنار قادمة
على من المهارم والزمهم يد ندم وخلي النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مع عبدك النسب نحيم ولا تطع منهما قسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسب لذي أقام أمرتك الخير لكن من أمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزود قبل القتل بلا ولا مصلي سوى فرد ولا مصم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من أي ظلام إلى أن سكن قلمه الدرم ورمي وشد من شغب أنشأه وطوى تحت حجارتك سم مطرف الأدم وروته جبال سموم ذهب نفسه فأرى أيما شمم وكدت زله فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النائب لا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقتحم دعا إلى الله والمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فقل نبينا في خلق وفي خلق ولم يضانه في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس قربا من البر أو رشفا من الديم وواقف لنا به عند عادهم من أغنة العلم أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم صباه حبيبا بريئا نسب منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم دع مزه النصارى بنبيهم وكن بما شئت من نبي واتكم فانسب الى غده ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له هد فيعرب عنه نتكم بباب لو نسبت قدره أن يدعو عظاما لا يسمو إذا ينادى لسلم من لم ينتهي النبي متى ينقل به رسل علينا ما لم تهتم على نائم أي الورى ومنه فليس يرى للقرب والقرب منه غير فهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقيم الطرف من أمام وكيف يدرك في دنيا حقيقة قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آينة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يزلن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق من وسط مشتمل من بشر متسم كالزهر في كرم والبدر في شرب والبر في كرم والدر في إيمان كأنه ووفر بجلالته في أزكر إن تلقاه وبهشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف بمعنى نيمتك منه ومبتسم لطيف بياض الأنظر فالمضى عظمه طوبى لمنتشك منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب
بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولده عن طيب عنصره كتيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من نسف عليه والنار ساهي العين من سدم وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي فأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من طرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عموا وصموا فإعلان البشائر لا تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب قادة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منحزمون إلى الشياطين يطفو إثر منهزم كأنهم هارب الأبطال أبرهة أو أسكن بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيهم ببقلهما نبذ المصاب به من أهشاء مرتكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لدعواته الأشجار سجدة أن تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر سترا لما كتب الغرور ومن بديع الخلق مثل الغمامة الناس سائرة تبكي عن رواتي سن الهجر حتى
رمت بالقمر المشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم ومهى الغرم خير ومن كرم وقر طرف من الكفار عنه عمي فاصد قوة الغار وصدني قلم ذري ما هم يقولون ما بالغريب أريب ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدرع وعن حال من الأصم كسمان دار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يظلم ولا التمس هنا دارين بيدي إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي برؤياه إن له قلبا نامت العينان لم ينم ولك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتمم تبارك الله ما وهي بمقتسم ولا نبي على غيب بمتهم كم أمر أن وصيبا بالأمس راح كفوا أكرى قد أريبا بذلك قاتل أمامي وأحياة سنة شاب أدعوته وهل حاكت مرة بالعصر الدهم بعقد جدا وقلة البضاحة بها سيف من اليم أو سيل من العريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا كرى ليل العلا علم فالدور يزداد حسنا وهو منتظم سينقص قدر غير منتظم فمتى قول همن الوديه لما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق
من الرحمن محدثة قادمة صفة المصوف في القدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعماد وهرم قامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ لم تدم محكمات فما تبغين من شبه ذي شقاك ولا تبغين من هدم ما حرم القتل إلا عدم هرم عدا عاد إليها ملكي السلام ردت بلاغتها دعوى معارض هرد ويوري الجن عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفق جوهر بالحسن والقيام فلا تعد ولا تصع عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام قرب بها عين قرها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصم إن تدلها خفة من نار نار الأضحى تهر لغى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقص من غيرها للناس لم يقم إلا تعجبا لحسود الرهى يكرها تجاهلا وهو عين الحديث كالفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من غمد وينكر الفم طعم الماء من سقمها ليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما العافون هاته سعيا وفوق مطون العين الرسوم ومن هو الآيات الكبرى العظمى لمغتنم سرايت من حرم الليلة إلى حرم كما سرى البدر في دهج من الظلم خفت كل بحر
مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصفنا أي مستتر العالي العيون وسر أي مختتم فحوز كل فقار خير مشترك كل مقام من غير مزدحم عجاك لم يقدر ما وليت من رتب وعز إذ رأوا ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبت أسفل قفل من الغنم أزل يقهم بكل متراك حتى حكوا بالقنا لحما على وطمي وتغفر رفك دو يقبضون به أشلى أشلت مع الإقبال والرغم تمضي الليالي ولا يذرن عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر حرمي كأن مدين ضعيف حل ساحته بكل قرم إذا لحم العين قرمي يجر ظهر خميس فوق سبحة يرمي بموج من الأنبال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مستلم حتى ودت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير أبي وخير ظالم فلم تجم ولم تهم هم الجبال فسمعهم منصدمهم ما زرع منهم بكل مستدم وسل حسين وسل بدر وسل أحد مسل حل لهم أدهى من الوخم المصدر الجد حمرا بعدما وردت من عيد كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر ختمة ترقا أقلمهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والأرض يمتز بسمم الزلم تهدي إليك رياح النسر نشرهم والنسب سرى في الأكمام كل كمي كأنه في زهور الخير نذكره من شدة الهزم لا من شدة الهزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا وما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن في رسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم
أحل أمته في هرز ملتي الذي حل مع الأشبال في أنجم كم جدلت كلمات الله من جديد به وكم صام القرآن من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة بالجاهلية والتدب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فدمته بمديه نستقيل به ذنوب عم مضى في الشعر والخدم إذ خلدني ما تشاع واجبه كأنني به ما هدي من النعم أتضوي سوى في حالتين وما حسد إلا على الأثم والندم وهي خسارة ناس في تجارتها لم تشرد نبي الدنيا ولم تسمي ومن يبيع عجلا منه بعجله يبيع له الظن ببيع وبسلام إن في ذنب فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بزمام إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فالنوى إلا فقل يا سلة القدم حشاه أن يرم رجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ أزمت أفكار مدعيها وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا سريرا من الحياة أنصر في الأكم ولم أري سارة الدنيا التي قطبت يد زهير بما أثنى على هادم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مضايا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عنده دون الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم ملتقيم فإن من جودك دنيا وضرة ومن علمك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللمام لعل رحمك رابع هدايا يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب والقب بعبدك في دارين إن له بصلاة منك دائمات على النبي بمنحل ومنسجم ما غنحت عذبات المنيع الصبا
الحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مريض الأرض
قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان يا ربيع الشان ودرجي وجهك يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام جزاك الله خير الجزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان يا ربيع الشان ودرجي كل يوم ربي عاجل منك ربي عاجل منك ربي عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام أمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد ذاكر حمد شاكر حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محمل الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ونجينا من عمل أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وإطراده وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحابه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أشرنا والحاضرين في زمرته ومتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسكنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطبأ بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحائف أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العالي والفخر الجالي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة الزهراء البتول سيداتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صحيفة والديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمر حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين مقلدهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صاحب المنشي هذه البردة الشريفة سيد الشرف الدين محمد البوصيري ثم في صحيف الأولياء الله تعالى جميعا من أقواب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحيفنا وصحيف الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا محروما ولا مهتما وعن بابك مطرودا وهب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمت عليها غير مفتون ولا فاتن ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa hasin akhlaqana wa sabbit imanana wa wasi' rizqana wa sahhil umurana wa astur 'uyubana waghfir dhunubana wa ila alkhair qarribana wa min sharri ab'idina waqdi hawaijana ya Allah khususan li hajati sahibil hajat sahibil bait Habib Muhammad al-Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin wa barakah sayyidil mursalin wa ahli baitihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum